تفضل يا فندم. الاجراءات الوقائيه متخذة من طرف رئيس المركز والحمد لله، كذلك القائمين على هذا المركز والمكتب راح ثلاثة مراعين كذلك الظروف الوقائية الصحية من تجنبا لوباء كورونا فيروس. كما راكم تشوفوا إقبال لحد الآن نقدر نقول متوسط نوعا ما. أنا كمواطن أديت الواجب نتاعي في الانتخابات هذه تاع تعديل الدستور، ونتمنى كذلك من المواطنين اللي راهم في البيوت نتاعهم يلتحقوا بالمراكز الاقتراع من اجل اداء واجبهم، هذا واجب الوطن.